عرض كل الأحداث الميدانية تقريبا التي شهدتها مدن ومحافظات اليمن، ماذا عن الحراك السياسي تحديدا الأمريكي الذي يذكر في اليمن حول حلحلة وتحريك المبادرة الخليجية؟ نعم، دعيني أتحدث الآن طبعا عن لقاء جون برين المساعد أوباما لشؤون الإرهاب الذي التقى بدأ باليمن بزيارة نائب الرئيس عبد الرب المنصور، وكان من اللافت أنه التقى أيضا نجل الرئيس أحمد علي عبد الله صالح وهو قائد الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى اللواء أحمد علي الأشور رئيس الأركان العامة. اليوم جون برين التقى أيضا قيادة المعارضة، والحقيقة أنه كان لقاء يعني ساخنا، لان سلطان العتواني وهو يعني رئيس الحزب الوحدوي الناصري واحد قيادة اللقاء المشترك المعارض وجه سؤالا الى برين وقاله: كيف تقوم بلقاء احمد علي عبد الله صالح وكانك تؤصل للتوريث؟ والرجل يبدو انه اعتذر عن هذا الامر وقال انه لم يلتقه سوى 5 دقائق وانه قدم له الشكر لانه لم يثأر لوالده عندما اصيب في 3 يونيو، وطبعا جرى قبل ساعتين، نحو ساعتين على الاقل. ايضا تحدث إليهم وقال أنه التقى الرئيس صالح في الرياض ونصحه، هكذا يستخدم هذه العبارة، بأن ينقل السلطة فورا، لكنه قال بأن الرئيس صالح مصمم على العودة. طبعا لا نعرف ما إذا كان قال له أن يعود أم لا، لكن بالطبع اللقاء المشترك كالعادة طرح بعض المخاوف على برينا، ولأن طبعا آفاق الحلول السياسية التي تحدث بها برينا مع اللقاء المشترك المعارض. هذا بالنسبة للحوار مع برينا، ولا نعرف طبعا هل سيغادر هذا الرجل اليوم او يعني خلال اليومين القادمين. بالتاكيد كان لقاؤه مع نجل الرئيس قائد الحرس الجمهوري مثيرا للثوار في ساحه الثوار في 17 محافظه يمنيه، حيث انهم راوا بان الامريكيين يحاولون تاصيل يعني قضيه التوريث، وايضا يغضون النظر عن مطالباتهم بمحاكمه قائد الحرس الجمهوري واركان حرب الامن المركزي واقارب الرئيس الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين خلال الايام والفترات الماضية منذ 6 أشهر، حيث قتل ما لا يقل عن 200 شخص. يتهم هنا الناس والحقوقيون بأن أقارب الرئيس كان لهم يعني شأن في هذا الأمر. فقط أريد أن أشير إلى أن هناك بالنسبة للحركة التي بدأ بها اللقاء المشترك المعارض حول المجلس الانتقالي الثوري، لم يتفق اللقاء المشترك على هذا الأمر، كان هناك اتفاق على مجلس وطني، لكن الحقيقة أبلغت من قبل مصادر في المعارضة بأن المجلس اللقاء المشترك المعارض كله متفق على إجراء يعني المجلس الانتقالي وإقامته عدا 3 أشخاص لم يذكرهم لي، لكن 3 الأشخاص هؤلاء يعارضون إجراء مجلس انتقالي لصالح إجراء مجلس وطني، وهو ما اعترض عليه الكثيرون سواء في الساحات أو في اللقاء المشترك المعارض الذي الآن هناك إجماع على إجراء مجلس انتقالي ما عدا 3 أشخاص لا نعرف من هي أسماؤهم. أشكرك جزيلا مراسلنا من صنعاء أحمد الشلفي.